والآن مع انطلاقة المباراة علي عدنان يحاول تمريرها من بين المدافع، كرة رأسية خطيرة. لعبة جميلة، تسديدة أجمل. الكرة كانت على المرمى، يدرك جيدا أنه بيسعى أن يهز الشباك حتى من هذه المسافة البعيدة، لكنه في الأخير فشل. يلعبها طولية، بإمكانه إبعاد الكرة. لمسة بينية عرضية، يحاول أن يلعب كرة بينية. يتعثر ويفقد توازنه، يبحث عن زميله، تم على الطاير، موجود إبعاد الكرة. علي عدنان، فرصة سانحة للتسجيل، فرصة للتسجيل. يسجل الهدف الأول للمباراة، تقدم وسحب. ويلعبها للجانب الآخر من الملعب. الهدف جاء في نهاية الشوط الأول، النتيجة 1-0. أفقد الخصم التركيز، التوازن. حكم المباراة لإعلان نهاية الشوط الأول، رضا تام على ما قدموه في الشوط الأول على مستوى الأداء والنتيجة. وستبدأ الآن أحداث الشوط الثاني من المباراة. العراق يغير كل شيء في هذه المجموعة بها. أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم مباراة، يطلق صافرته. نعم، اصطدمت الكرة في العارضة. يا إلهي، كرة كانت قريبة جدا.
يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، يحاول لعب الكرة بالرأس، لم يتعامل معها بشكل جيد. الكرة يمر ويلعب كرة بينية، يبعد الكرة بعيدة عن المرمى، وعرضية من رأسية مذهلة، تدرج جميل الكرة إيصالها المنطقة بشكل جيد، لكن اللمسة الأخيرة لم تكن موفقة. يتقدم اللاعب في الجهة اليسرى، يلعب كرة بينية تسديدة، لم يكن محظوظ، الفرصة الخطيرة جدا. هي التسديدة، الكرة الخطيرة، ليس في هذه المرة، الكرة جاءت بعيدة عن المرمى، كرة جميلة تستحق الإشادة بصراحة، سدد من هذا المكان لكن في الأخير لم ينجح في التسجيل. كرة طولية مباشرة للأمام، يلعب كرة على اليسار، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، تدخل سريع وإبعاد الكرة إلى ركنية، ينجح في تشتيت وإبعاد الكرة ويعود بالكرة إلى الوراء. لمسة بينية، كرة مقطوعة بامتياز، وهذه رمية جانبية، يتدخل بنجاح يحصل على الكرة، يحاول تمريرها من بين المدافعين، علي عدنان، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يبحث عن المهاجم، يلعبها طويلة، ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة. يحاول أن يسدد الكرة من هنا، خلاص يمكن القول أنهم ضمنوا حسم هذا اللقاء بالتأكيد. يطلق الحكم صافرة معلنة نهاية المباراة، بداية رائعة حصل
يحصلوا على 3 نقاط بعد أول مواجهة. We'll be right back.